الحقيقه ان موضوع البطولات الاهتمام الاول اللي اثاره انا بقيسه على زملائي في غرفه التحكم اللي اهتموا بشده وبعضهم بدا يستوضح حتى عن بعض المعلومات التاريخيه عن البطولات التي خاضها الجيش المصري خارج حدوده سواء في الحرب العالميه الاولى او حتى ما قبلها. هل حضرتك تابعت هذا الموضوع خروج الجيش قبل الحدود؟ يعني في الوقت ده مصر كانت تابعه اداريا وللدوله العثمانيه وفي نفس الوقت كانت تحت الاحتلال البريطاني من سنة 1800. تم إزاحة الحكم الإداري للدولة العثمانية في سنة 1914، وبالتالي بعد فرض الحماية وفرضت الحماية على مصر، لكن كانت مصر ليها حكومة كاملة، جيش باسم الجيش المصري. والدليل أن لما انتصر الجيش المصري في دارفور أرسل ملك جورج الخامس تلغراف بيشكر فيه الجيش المصري، لم يشكر الجيش البريطاني ولم يشكر أي جيش من جنسية تانية رغم وجود هذه الجنسيات المختلفة من الحلفاء في أرض مصر، لكن أرسل شكر للجيش المصري على ما قام به من عمل إعجاز في ظروف قاهرة من الحر وقلة المياه. وهو ده الجيش المصري، هو العنصر المصري يفوق كل عناصر العالم، العنصر البشري تحديدا، العنصر البشري يفوق عليهم بقوة تحمله. ودي كل جنرالات قالوا، الأوروبيين قالوا عن جيش مصر أو العنصر المصري أن العنصر الجندي المصري يصعب إجهاده. هرجع مرة تانية للنقطة اللي حضرتك بدأت منها وهي فكرة السفن الغارقة أمام البحر المتوسط. هذه المنطقة لو نطقت هتتكلم على إغراق أساطيل كتيرة جدا من أيام حملة فريزر ويمكن من قبل كده. فإيه اللي حضرتك لقيته بالظبط تحت المية هناك؟ أنا الحقيقة وعامل كتاب عنهم باللغة الإنجليزية يمكن ومصورها كلها. أنا اكتشفت 14 مركب من الحرب العالمية الأولى. تبع المين يا فندم؟ من المحور البريطانيين، كلها مراكب بريطانية، لأن كانت الغواصات الألماني بتيجي قبالة الساحل السواحل الإسكندرية بالذات، وكانت تترصد دخول السفن البريطانية إلى ميناء إسكندرية، وكانت بتصيبها بالتوربيد وإصابات مباشرة، وبالتالي كانت بتغرق. وقصص كتير أنا قدرت أوصل لأهالي الإنجليز اللي كانوا على هذه السفن وبعتولي كمية من الوثائق والصور، ومن ضمنها قصة كانت قصة في منتهى الروعة، يمكن قصة حب حصلت على أحد تايتانيك السفن أروع من تايتانيك، بخطاب بجوابات كانت مكتوبة على الآلة الكاتبة أرسلها لي حفيد أحد الممرضات، وقال لي إني أستعمل هذا في كتابي لأنها قصة من أروع القصص. كانت سكند أوفيسر، كان ضابط تاني على المركب دي، بيحب ممرضة والمركب غرقت، لكن لما تم إنقاذه أرسل خطاب اللي هو بقى جالي ده لأبو الممرضة بيقول له اطمن بنتك ما غرقتش ولا ما ماتتش، يعني هي في أمان في اسكندرية، لكن أنا هحكي لك بالتفصيل من أول ما المركب طلعت من ساوثهامبتون ورحنا مارسيليا عشان ناخد بقية الجنود الطلاينة والفرنساويين، وبعدين رحنا جزيرة مالطا وقضينا يوم كريسمس. وقعد يحكي له على روعة، ده مادة خام لكتابة التاريخ ومادة خام لكتابة الرواية ومادة خام للسينما، والطيارات اللي كانت بتطلع لهم، ولكن لأن المركب فيها جنسيات مختلفة، إنجليز وفرنساويين وبلجيك وطلاينة من الحلفاء، وهما داخلين الربو يخشوا اسكندرية في 31 ديسمبر يعني ليلة رأس السنة، وبيجهزوا الحفلة رأس السنة اللي هيسهروها في اسكندرية وكده. تم إطلاق توربيد على السفينة، المركب بدأت تغرق، والسكند أوفيسر جري علشان يجيب حبيبته من الأوضة وركبها الدرافت، وكانت في اسكورتد يعني مركب مدمرة إنجليزية جات تلم الناس اللي عاشوا. المركب كانت شايلة 2700 ضابط وعسكري ومجند وجهاز تمريض ودكاترة، ومات يمكن حوالي 1000 واحد أو 900 واحد في هذه الطلقة الأولى. ولكن الضابط، شوفي بقى روعة الإتقان العمل، قال إن أنا بعد ما نزلتها واطمنت عليها بقيت عدت علشان أنقذ باقي الناس، إلى أن تم إنقاذ اللي موجودين كلهم، وطلب من كابتن المركب إن هو يخرج معاه إلى الأمان في السفينة المجاورة، لكن طبعا أنا والدي ضابط بحري فشرف البحرية إنه هو يغرق مع كابتن المركب لازم ينزل معاه، فرفض، وهو مدفون في مقابر الكومنولث اللي في الحضرة في اسكندريه. اسمه كابتن دي ار ميسون، ليتنانت كوماندر دي ار ميسون. يعني هاي قدرت تجمع
من خلال وثائق ومن خلال حتى جوابات شخصية للجنود وللبحارة، وقدرت تجمع كل الجوانب دي مع بعضها وتوصل للشكل ده. 10 سنين بالظبط عشان أقدر أعمل كتاب في كل هذه. هل كان في أي جهة بترعى البحث اللي أنت بتعمله؟ لا خالص، لوحدك جهد خاص. بالعكس، ده يعني بحب وتشوق، لكن اللي عملته الحقيقة لما الكتاب خلص كنت نفسي إن عمر شريف شخصيا يقرأ، ولأن هو اسكندراني. عمر شريف الممثل. الممثل. وأرسلت له لفرنسا، لأن كنت عايش في فرنسا، فأرسلت الكتاب قبل ما أطبعه يقرأ. فالحقيقة كان معجب جدا، وكتب لي مقدمة في الكتاب، ممكن حاط صورته كمان على الكتاب. وكان عايز هذا الموضوع اللي هي القصة دي تتعمل فيلم، فبعت الكتاب لستيفن سبيلبرج علشان يعمل فيلم، لأن هو كان فيه وكان هو يتمنى أنه يقوم بدور كابتن دي آر ميسون الغرق مع السفينة وغرق بسفينته، ويشاهد قصة الحب الرائعة في خضم مين يعني الناس دي لما راحوا على المركب التانية. المركب التانية خدوا التوربيد ونزلت غرقت برضو. فالكابتن ده اللي هو مع حبيبته شالها ونط بيها في المية، فاللي كان بينقذ الناس اليابانيين كانوا بيرموا رافت من بعيد، لكن اللي هي العوامات الكبيرة، لكن من أنقذهم هما المصريين، أهل اسكندرية. شوفي بقى روعة أهل وشعب مصر في القلوب، إن إنسان بيموت بقوارب صغيرة جروا ينقذوا هؤلاء الضحايا. وتم إنقاذهم وطلعوا إلى الشط، والراجل بقى فيلم أروع من فيلم تايتانيك اللي احنا شفناه، وفيلم حقيقي يعني وحقيقي قصة حقيقية، وقصة حقيقية، مش محتاجين إن احنا نتخيل قصة حب متخيلة على سفينة. تمتلئ بتاريخ وقصص حقيقية في منتهى الروعة لو استغلناها بشكل صح. احنا ننبو في عالم السينما والحضارة والتاريخ، وكمان هنجيب حقوقنا. يعني انا يمكن هكلمك عن وثائق جديده حصلت لنا قبل كده، ان حضرتك عندك وثائق بتثبت ان الحكومه البلجيكيه مديونه للحكومه المصريه. هي مش دي، لا، احنا بريطانيا، هي انجلترا هي اللي مديونه يعني انا معايا والله الحقيقه باللي حضرتك حكيته ده مديونه حاجات كتير قوي. مش احنا سلفنا انجلترا بشكل رسمي 3 مليون جنيه استرليني، يساوي 28.8 مليار جنيه استرليني الان، ونطالب بهم الان. هل من حقيقة بدأنا التوثيقها بشكل رسمي مع سيادة المستشار تاني جبالي للمطالبة بهذا. في وثائق رسمية تدعم هذا الطلب؟ طبعا، هي دي الوثائق اللي أنا حصلت عليها. هل ممكن تكون سقطت بالتقادم؟ هل ممكن تتقال خلاص عفى الله عما سلف؟ على حسب القانون المصري لا تسقط بالتقادم، وهم كاتبين كده أن مصر سلفت بريطانيا وممضية من 5 وزراء هذا الثلاثة مليون جنيه سريني، وتم تعليقها بسبب ظروف الحرب. طب فين حضرتك عندك الوثائق موجوده؟ دي بتاعه بلجيكا. لكن الوثائق انا اعلنتها ونزلتها ونزلت في جرايد كتير، ويعني اتكلمنا عليها يعني كتير. طب انا عايز اعرف، هل هي ليها حجيه قانونيه ولا حجية ده حجيه قانونيه؟ طبعا. طب ايه اللي خلى الحكومات المصريه المتعاقبه من ايام الحرب العالميه الاولى تسكت عن هذا الموضوع؟ هقولك يعني مثلا انا جبت وثائق بتاع سير ويليام برونيات، ومكتوب سير ويليام برونيات دي وثائق كانت مكاتباته، هو الرجل الذي كان يحكم مصر في الخفاء، هو المستشار المالي والقانوني في مصر، يعني هو اللي يقول فلوس تتصرف فين، هو اللي يحط القانون، فهو يحكم مصر. وكان بيحاسب السلطان على كل قرش يصرفه. ده بعد الخديوي اسماعيل لما حطوا اللي هم ده في الحرب العالميه الاولى، اثناء فتره الحرب العالميه. فكان سير ويليام برونيات قال انا هطلب من حسين رشدي باشا انه رئيس الوزراء يتناء يعني يزيح عننا 2 من الوزراء في الوزارة الذين بدأوا يطالبون بالأموال المعلقة، وتم استبعاد الاثنين من الوزراء حماية للأموال، إن بريطانيا ما تدفعهاش تاني. طب السير ويليام برونيت يعني رحمه الله والاحتلال البريطاني كله زرع مصر، إيه كان همنا كبير ثورة 19، ورغم أن سعد زغلول ذكر هذه الأموال في مذكراته وقال إن احنا لازم نطالب بيها ودي فلوس مصر. وعايز اقول لحضرتك انا قبل الثوره كان دي احد لانها كانت نزلت في الجرايد، وانعقد مجلس الشعب برئاسه الدكتور مصطفى الفقي، وناقشنا هذا الموضوع وتم تحويله الى لجنه فرعيه داخل مجلس الشعب. الامن القومي مصطفى الفقي ما كانش رئيس مجلس الشعب، لا كان رئيس لجنه الامن القومي، وكان فيها
من وزارة الخارجية والأمن القومي ومخابرات، يعني كان فيها مجموعة الحقيقة كبيرة وأعضاء مجلس الشعب، وعرضت كل الوثائق، لأن الوثائق أنا جبتها من البريتش ناشونال أرشيف مختومة بختم البريتش ناشونال أرشيف، فهي وثائق معتمدة رسميا لأن هي من عقر دارهم. فالحقيقة بعد مناقشة الموضوع الخارجية كانت معاندة شوية إن الموضوع هياخد وقت طويل ومفيش داعي نطالب بالاموال دي في الوقت ده والظروف اللي احنا فيها. هياخد وقت طويل، ده دين بقاله 100 سنه وده اللي هيد مجموعات من اعضاء مجلس الشعب قالوا ما ياخد وقت طويل واحنا يعني نطالب النهارده، عايزين سنه كمان ما فيهاش حاجه بس نبدا المطالبه. وتم تحويله الى لجنه دايمه. بعد تحويل اللجنه دايما انا كنت فاهم الحقيقه فرحان اللجنه دايمه وانا عضو فيها وفيها الدكتور مصطفى وهو موجود، يعني الدكتور مصطفى ف الحقيقة بعد كان أحد أعضاء مجلس الشعب قال لي لجنة دايمة يعني الموضوع مات. إذا أردت أن تقتل شيئا أحيله إلى اللجنة. بالضبط. فقال لي بص الموضوع إحنا داخلين في توريث ومش عايزين وجع دماغ وحالة المطالبة بفلوس ولا المطالبة بتاع، وخلي العملية تمشي كده فما حدش هيسأل فيك. الحقيقة ده اللي بداية كان بعد الثورة بدأت أطالب بالحاجتين، بكرامة الجيش المصري من خلال مقابرهم والفلوس اللي احنا عليهم. انا ممكن من شهرين ثلاثة بس من خلال مطالعتي للصحف القديمة في سنة 1917 جريدة المقطم لقيت خبر صغير كده مكتوب فيه المعونة البلجيكية لإنقاذ الشعب البلجيكي من الجوع ومرض السل. يعني مصر كانت بتدي بتقرض الحكومة البلجيكية ضد الجوع، ده صليب أحمر، فدي هبة. يعني أرسلنا إلى شعب بلجيكا لإنقاذه من الجوع ومرض السل، فأرسلت ملكة بلجيكا خطاب إلى مصر من خلال سكرتيرها بتقول إني أشكر شعب مصر وسلطانه عظيم الشكر على ما قدمه من عطاء جزيل لإنقاذ الشعب البلجيكي من الجوع ومرض السل، وسوف يدون هذا في الكتاب الملكي البلجيكي ليعلم العالم من كان إلى جوار بلجيكا ومن كان ضدها. لكن دي جريدة مصرية ما نقدرش نستخدمها وإحنا بنكلم أجانب، كان لازم اتجه لبلجيكا علشان ودور على الكتاب الملكي البلجيكي اللي دون في هذا الكلام بحسب كلام الملكة، اقدر اجيب الوثائق اللي مكتوبة بخط اليد. يعني احنا ممكن نحاول ان احنا نعرضها وحتى الشيكات، يعني الشيك ده شيك الملكة بلجيكا قسمت الفلوس الى ثلاث اجزاء التلت وبعتت لسلطان مصر كأنها بتقول له شوف حضرتك انا قسمت الفلوس اللي انت بعتها لي ازاي، تلت للملابس العسكريين وتلت للتمريض لان هي كانت رئيسة الممرضات والتلت التاني للاكل. وادي توزيع الفلوس اللي مصر تفضلت بيها. دي الشيكات اللي احنا بنعرضها على الشاشه دلوقتي، دي الشيكات اللي قدمتها الحكومه المصريه بالزبط للحكومه البلجيكيه. ده غير طبعا الوثائق مكتوبه باللغه الفرنسيه بخط اليد كما هو ظاهر، لو حضرتك تترجم لنا اللي مكتوب فيها. لو حضرتك تترجم لنا الكلام يعني كل ده بس يعني لا يعني الفحوى يعني ملخص ان هي بتقول له العظيم شكر لشعب مصر وانا قسمت الفلوس على النحو التالي. يمكن هتلاقي حتى توزيعه للاموال اوريها لحضرتك. اتفضل. توزيعه حتى كتباله بعد كده، يعني الاول بخط اليد وبعدين بعد كده عامله اهي توزيعه الاموال ازاي عشان تتصرف بشكل كأن واحدة، أو دي الملكة، أنت بتتكلمي في ملكة بلجيكا، فهي عايزة تقول له إنها أحسنت التصرف للراجل اللي فضله على للبلد اللي فضله عليها، إحنا وزعنا الفلوس بهذا الشكل. هذا هو احترام ودي العلاقة اللي كانت رائعة بين شعوب العالم وشعب مصر الذي كان ينال احترام العالم وما زال الحقيقة. يعني احنا يمكن صحيح في الظروف الحالية يمكن احنا عندنا قهر علشان لا تقوم مصر بهذا الشكل مرة اخرى، يعني ده معمول له مليون حساب في اوروبا ان الشعب ده والجيش ده لو قام سيسيطر على العالم بهذا الشكل. والله يا دكتور حضرتك منحتنا طاقة من الأمل في هذا المساء، فتحت صفحة من التاريخ ربما كانت معتم عليها، محدش عارف إذا كان ده عمدا ولا سهوا، لكن في الحالتين بطولات وصفحات نحتاج جميعا إن احنا نتذكرها. أنا عرفت إن حضرتك هيكون عندك مؤتمر صحفي في الأسبوع المقبل وهتعلن بالزبط. إيه اللي هتعلنه بالظبط يا دكتور؟ هو الحقيقة احنا جاي منظمة بلجيكية تزور مصر والدول العربية و هي ما عندهاش فكرة عن هذا الكلام، وتطبطب علينا ان احنا متشكرين على المساهمة
الشكلية التي ساهمت بها. فاحنا هنعلن ان احنا ساهمتنا ما كانتش الشكلية. الجيش المصري كان قوامه 1,200,000 والجيش البلجيكي 350,000، يعني احنا 4 أضعاف الجيش البلجيكي. 90% من الأراضي البلجيكية كانت محتلة، و10% كان فيها فرقتين مصريين. هنتكلم كده عن المساهمة، مش المساهمة المادية اللي حضرتك أشرت إليها، المساهمة العسكرية. عسكرية ومادية. وكان في فرقة 72 فرقة 76 من الفيالق العمال والهجان المصرية في 10% من الأراضي البلجيكية للحماية مع البريطانيين والكنديين وما تبقى من الجيش البلجيكي لأن معظمه أسر، لكن كمان أرسلنا أموال لإنقاذ الشعب البلجيكي. هل ده بيترتب عليه أي حقوق لأسر الضحايا أو للدولة المصرية؟ الكومنولث هي المسؤولة عن كل ما مدفون في أرض في مقابر الكومنولث كرواتب شهرية، لأنك بترأس الكومنولث ملكة بريطانيا، ودي المنحة المقدمة من الكومنولث لكل الجنسيات المدفونة في مقابر الكومنولث العسكرية، من ضمنها المصريين الذين يتواجدوا في الدول الأوروبية. لكن في نفس الوقت احنا بنعلن للعالم ما قدمته من مصر. مصر من صنيع عسكري لإنقاذ هذه الدول، وما قدمته مصر من صنيع إنساني على مستوى الإنسانية علشان إنقاذ هذه الدول من الجوع ومرض السل وما يقدمه شعب مصر. يمكن احنا كنا بنعاني في الداخل لأن كل مواردنا كانت راحة للحرب، موجهة للحرب صحيح، لكن في نفس الوقت لم نكن بهذه البشاعة في دول كانوا بيموتوا ويعانوا من مرض السل، فكانت القلوب الرحيمة في مصر هي التي تنقذ هؤلاء. تنقذهم سواء كانوا ضحايا غرقى أمام ميناء الإسكندرية أو حتى في بلادهم، ويتوفى العشرات والمئات وربما الآلاف من جنودنا الذين لم يكن أحد يعرف عن قبرهم. بفضل مسابرة ضيفنا يمكن يكون ده أصبح مسألة مطروقة وقريبة ومفتوحة للدراسات سواء العسكرية أو حتى التاريخية. أنا بشكر حضرتك، بشكرك أولا على المتابرة، وبشكرك على المعلومات القيمة، وبشكرك على وجودك معنا. الدكتور أشرف صبري أستاذ طب البحار الأعماق والجبال، لكنك في هذه الحلقة وصفك باحثا عن اكتشاف ومقدمة الاكتشافات نتمنى أن تكون مفيدة للجميع. شكرا لكم مشاهدينا الكرام، غدا يوم آخر في مصر إن شاء الله يكون أجمل، حتى ألتقيكم في بداية الأسبوع المقبل. هذه تحياتي وتحيات فريق البرنامج، إلى اللقاء.